عايز اوريك مانشيت عشان انا عارف انك هتتضمنه في كلامك ده رويترز، وبرده استاذ اكرم معانا. لو رويترز برده متعجبه يعني بتقول كاميلا هاريس ميد هيستوريك داش، عملت خساره تاريخيه للبيت الابيض، وبيقول لك هنا هير از واي شي فيل شورت، ليه سقطت بسرعه كده. هم مستغربين في المقال وبيكلموا يعني انه ما استطاعتش الوصول للناخبين، وانه الاقتصاد هو اللي حكم، وانه ترامب فاجئ الجميع. يعني هم كل الاعلام الامريكي مندهش بالمناسبه. مندهشين جدا، هم مندهشين. بس يعني هم مندهشين ازاي كان السقوط سريع بالشكل ده ومش المتوقع؟ يعني يقول لك وقعت بسرعه. السؤال المهم اللي لازم يتقال هنا، اذا كانوا هم غير دارسين لشعوبنا وبالتالي مش قادرين يفهموا شعوبنا ولا تطلباتنا ولا طموحاتنا ولا اهدافنا، هل هم ما بقوش قادرين يقروا المجتمع الامريكي فيما يبدو؟ دي كارثه. او ان هم كانوا عايزين يمارسوا التضليل والزيف والخداع على هذا الراي العام من اجل تشكيله وتوجيهه نحو انتخاب كاميلا هاريس. وارد جدا. الامر الثاني، كاميلا هاريس او لماذا فاز دونالد ترامب؟ ونيجي لكاميلا هاريس، لان كاميلا هاريس وجو بايدن كان ليهم فضل كبير جدا في تحقيق هذا الانتصار. اولا جو بايدن هو بس كمان هو الموضوع اصبح جمهوري بحت، وده عشان برضو سؤال السياسه الخارجيه. هم خسروا النواب وخسروا الشيوخ وخسروا الرئاسه. النواب والشيوخ والمحافظين الجوفرنرز والرئاسه. لا خلينا نقول بقى واقعيا، جو بايدن قدم بذلات لسانه الفرصه الذهبيه التي استغلها دونالد ترامب. دونالد ترامب عندما وجه جو بايدن الاتهام للشعب الامريكي بانه شعب من جميع القمامة، راح دونالد ترامب راكب عربية قمامة وقاد العربية وقال للمجتمع الامريكي انا هنا. استغلال جيد وإعادة توجيه لما اتحدث عن راح راح احد فروع ماكدونالدز قاعد يبيع الايس كريم وبتاع والبرجر البرجر والبطاطس الشعبوية. هو بيخاطب، هل هم مش قادرين يقروا ده في مجتمعهم؟ دي كارثة. طيب النقطة الثانية، أن كاميلا هاريس يعني قادمة من قلب إدارة التي تسببت في الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي بيعيشها المجتمع الأمريكي في الداخل. هم حاولوا يصدروا لنا أن الخارج سيكون الهاجس الرئيسي في الانتخابات الأمريكية، سواء أوكرانيا وروسيا، سواء الصين، سواء الشرق الأوسط. لكن أغفلوا أن هم يقولوا أن الداخل الأمريكي والمشكلة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي هتكون محركة للناخب الأمريكي، واللي كاميلا هاريس تتحمل مسؤولية رئيسة فيها باعتبارها كانت نائب الرئيس. النقطة الثالثة والمهمة في هذا الإطار، أن كاميلا هاريس قليلة الخبرة بالعمل السياسي، يعني هي ليست دونالد ترامب. بالزبط. أستاذ أكرم وإحنا قاعدين قبل الفاصل كنا بنتحدث عن أن منذ الغزو الأمريكي للعراق، صح كده؟ كان دونالد ترامب يميل أو هو أحد أعضاء الحزب الديمقراطي، شوف بقى الممارسة السياسية، ثم مشي من الحزب الديمقراطي راح أحد الأحزاب الصغيرة، تعلم ممارسة السياسة، ما كانش في دماغه السياسة، اشتغل في الإعلان، اشتغل في الإعلام، اشتغل في البيزنس لغاية ما أفصح عن رغبته في خوض الانتخابات، وابتدى يدخل في قلب حزب المحافظين، وفي حزب المحافظين بقى فيه مشكلة كبيرة، وفي حزب الديمقراطي بقى فيه مشكلة كبيرة، وهنرجع لها بعدين. إنما المهم إن دونالد ترامب لديه خبرة سياسية كبيرة جدا مش موجودة عند كاميلا هاريس. كاميلا هاريس قادمة من خلفية قانونية بحتة. حاول الإعلام أن يصورها باعتبارها نصيرة المرأة، ممثلة المجتمعات والأقليات. نيجي للنقطة اللي بعدها، أنها لم تستطع أن تستغل ما حاول الإعلام أن يخلقه حولها من هالة من أجل خلق زخم حقيقي في الشارع بهدف التوصل أو الوصول للرأي العام الأمريكي. حاجة أخيرة ومهمة جدا، أن جو بايدن ساهم بقوة في التقدم الذي أحرزه دونالد ترامب، وبيفوتنا دايما في التحليل أن اللي بيتحقق في الأول بيفضل ثابت في العقلية. دونالد ترامب في بداية هذه الحملات هو تفوق على جو بايدن، جو بايدن تأخر كثيرا في الانسحاب مما أتاح لدونالد ترامب أن يكسب مساحات واسعة. محاولة اغتيال دونالد ترامب أكسبته شعبية أكتر. فكرة تخويف المجتمع الأمريكي أتت برد، وده نقطة أخيرة، تخويف المجتمع الأمريكي برد فعل عكسي، فعل عكسي جدا، ادانا أكتر تصويت إلكتروني وادانا مشاركة طبعًا على الأرض من أكبر المشاركات اللي شهدتها الانتخابات الأمريكية. طبعا طبعا صحيح. أنا ألتقط الجزء الأخير اللي هو فكرة، هو في جزء أولا في قاعدة انتخابية بيقول أن الجمهور دائما يذهب لعقاب الحزب الحاكم وليس اختيار الحزب المعارض. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة،
القضايا والاحكام والحاجات دي اظن انها خلقت تعاطف واسع. اما فكره الصدمه اللي موجوده فهي برضو صدمه صادمه بالنسبه لنا. يعني دايما كان في زمان فيلم اسمه This is America كان بيناقش التناقضات الامريكيه، فكان بيقبضوا على راجل فضربوه فقال له مش هتقول لي من حقك ان تلتزم الصمت، وقال له انت بتتفرج على افلام هوليود كتير. ففكره تصدير القيم الامريكيه ده في جزء هوليودي وخيال، ده لا يمنع ان الولايات المتحده الولايات المتحده بلد لافته ومثيره للاعجاب كتجربه، لان طبعًا دي تجربه مفهوم لا نقلل منها، نفسه شهاده للتجربه الامريكيه انه دوله عميقه في طبيعه الفهم بس. لكن كمان الحقيقه خطاب ترامب الصادم اللي هو مختلف عن في ظل اولا هو عمل اقتصاد كويس، هو سقط بسبب كورونا، هو سخر من كورونا وقال دي لعبه ومؤامره وغيره وشفنا ده. فهو الفكره هنا ان هو خسر بسبب كورونا وعاد لانه كان عامل رواج اقتصادي وكان عامل فرص عمل وحاول يجيب الرؤساء رجال الاعمال الامريكيين في يعني ده جزء مهم قوي جدا في قراءه جدا. التجربه يعني سريع احنا هنتاثر ازاي؟ انا بعتقد انه الخطاب اللي بيقوله دونالد ترامب طبعا الوعود الانتخابيه دايما يعني في مقوله يروج الكذب في اوقات الانتخابات وفي الاسابيع الاولى طبعا من الزواج دي مقوله لبرنارد شو الزواج برنارد شو ساعات الاولى بس يعني دايما الزواج كله خلاص نخليها الانتخابات الزواج كله. فالمهم ايه؟ المهم انه ممكن دي الوعود دي نقول انها وعود انتخابيه، لكن الحقيقه ترامب ممكن يكون رئيس قوي فعلا. ليه؟ اولا بايدن كان ضعيف جدا لدرجه ان نتنياهو كان بيهاجمه وبيشتمه وده معروف يعني، ده حقيقي، بيتهمه انه مع حماس وده كلام ما كانش اتهامات حقيقيه. بايدن في التردد وفي الابتزاز الامريكي فتره التردد الشديده خلى الولايات المتحده شكلها ضعيف جدا والمجتمع الدولي متفسخ وده فهو وعوده بانه لو كان موجود هو امريكا حطت نفسها كطرف في الحرب في اوكرانيا فسخنت الباب الخلفي لامريكا فخلت الحرب بين روسيا وامريكا والمجتمع في حرب لم يكن لها حاجه. فدونالد ترامب بيقول انا اموال دافعي الضرائب ما ينفعش ادفعها ده، فممكن يبقى في ضغط. ممكن الرئيس الاوكراني نفسه زيلينسكي كان بيتكلم على انه نحن نقبل وكذا في الحرب في غزة بترامب منحاز والجمهوريين منحازين، لكن في دايما مع رؤساء امريكا في حد لهذه الابادة وادخال المساعدات وغيره. وبعدين هو بيعمل صفقات النهاردة كمان اظن انه جاي الحرب نفسها اصبحت بلا افق بالنسبة لنتنياهو او مجتمع التطرف وازالة واقالة وزير الدفاع وغيره. فده جزء مهم يجب وضعه في الاعتبار انه يستطيع طبعا ده حق في الناس سياسة مصالح وبراغماتية وصفقات وغيره، لكن يستطيع ان يقيم صفقات. بالاضافة لده الحقيقة ترامب في سياسته الخارجية بشكل عام في المرحلة الاولى وغيره، اولا انت بتتكلم في دول مفتاحية قادرة على انها تقرأ المشهد، في دول زي مصر في دول زي السعودية انت لازم تبقى عارف الدول دي وتفهمها، ودي دول كبيرة ما بتخضعش اللي انها تبقى تابعه او غيره، عندها وجهات نظر، عندها بتتعامل مع كل الادارات في علاقات استراتيجيه. يبقى انت لازم تراعي هذا التوازن لان ليك مصالح مع كل هذه الاطراف، وبالتالي فطبيعي انه يمكن توقع انه يكون قادر اذا كان قعد الكوريتين مع بعض. فبرضه ده يجب وضعه في الاعتبار حتى من الذين ينتقدوه.